السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي داخل وخارج أرض الوطن، إن شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. فيديو اليوم اللي غنطرق ليه بخصوص تدخل السلطات الأمنية في قضية خطوبة هيام بهذاك القاصر اللي مازال موصل 16 سنة. إخواني أخواتي، فبعد الضجة اللي خلقتها هذيك الراقصة هيام يعني بالخطوبة بهذاك القاصر واللي مازال ما كملش بالكاد 18 سنة، يعني هاد الطفل يعني راه مازال حتى لاكارت مازال ما عملهاش، مازال لاكارت ما عملهاش، فكيف يعقل أن هاد السيدة قامت يعني بالتظاهر أنها تحاول تزوج بهاد الطفل وأنها تكمل دينها؟ فحسب يعني بعض المصادر الموثوقة اللي توصلنا بها وحسب بعض الفيديوهات اللي تم تداولها على نطاق واسع، يعني فالخبر إخواني أخواتي دخول جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان على الخط في هذه المهزلة من أجل إيقاف هذه الفعلة المثيرة للجدل واللي أثارت سخط المغاربة قاطبة من طنجة إلى القويرة وحتى المغاربة خارج أرض الوطن. الجالية المغربية اللي مازال كيستنكروا هذه الأفعال وهذه الفيديوهات اللي مازال كنشوفوها مرارا وتكرارا وهذه التمثيليات وهذه المسرحيات، على حسب ظني هذا الشيء كامل مسرحية، ولكن ها ما وصلوا يعني المشاكل الكبيرة بعد ما دخلت السلطات الأمنية في هذه القضية. وحتى أن هذا الطفل بلال والأم ديالو اللي أصبحوا خايفين من الوقوع في مشاكل كبيرة، يعني خايفين من الوقوع في مشاكل كبيره، وهذا الشيء اللي خلاهم انهم يخرجوا في واحد الفيديو اخيرا يعني يعتذروا للمغاربه، لكون القانون صراحه اخواني اخواتي كيمنع يعني زواج قاصر اقل من 18 سنه، يعني وحتى ان صراحه داك التصريح ديال بلال اللي اكد عبر احدى المنابر الاعلاميه انه منذ مده هو معجب بالراقصة هيام ورد تبع القناة ديالها ودائما كيشوفها ودائما تبع، بالرغم ان هاد السيدة يعني مبلية، السيدة تبع الدواء ديالها، السيدة يعني كتقوم بافعال يعني مثير للجدل، فحسبي الله ونعم الوكيل. فهاد القاصر الى ما كانش عنده العقل فالام ديالو خاصها تنبه، الام ديالو خاصها تنبه، حتى ديك هيام يعني راه مشات معاهم في الخط، هي راه غير تزوج حتى هي يعني تستر يعني وتعيش حياتها سعيدة مع الزوج كيف ما كان، هي ما كرهاش يكون عنده غير 10 سنين وتاخذه، هادشي اللي كيبان لينا كما شفنا في الفيديو يعني الأخير الخروج ديالها وفرحانين وديك الحفلة الصغيرة اللي قاموا بها، وحتى الناس يعني ما كاينش شي ناس اللي عارضين عليهم اللي يوثقوا هذيك الخطوبة، فكنا شفنا إلا الجوق يعني من الشباب يعني خرجوا الجوق فرحة بهذا الخطوبة. كما ذكرت إخواني أخواتي هذا الخطيب أكد أحد المنابر الإعلامية أنه كان كيبغي هاد السيدة ومتبعها عبر يعني القناة ديالها، وأنه كان كيفكر باش ينتحر عبر شرفة سطح المنزل، هذا هو السبب اللي خلاهم أن الأم ديالو هذيك خديجة، الأم ديالو خديجة تمشي على وجه السرعة عند هيام تطلب منها المساعدة. ربما هذا الطفل القاصر يقدر يعملها، ربما على حسب ظني يقدر يعملها بحال والو، يمشي يطلع للسطح وينتحر على قبل هذه هيام، انه كان كيبكي ليل ونهار، انه كان ديما لاصق مو، انه يعني راكم عارفين ان السيده مازال فتره المراهقه، اي حاجه كينتظروا، وان الام ديالو عزيز عليها هذا الابن، هذا الشيء هو السبب اللي خلاتها انها تمشي عند هيام وتطلبها وترغبها باش يتم هذا الزواج. حتى هذه هي ربما انه على حسب ما ظني على حسب الراي ديالي ربما ان حاولت انهم يديروا يعني ديك التمثيليه بسيطه باش يقنعوا او باش يرضيوا هذاك الابن ايوب بلال باش ما يدير شي حاجه في راسه وينتحر ويموت، وبالتالي حتى الام ديالو راه تدخل في الحاله هستيريه بفقدان الابن ديالها. فخديجه الام بلال اكدت يعني حتى الكلام ديالها ويعني هادشي كامل تمثيليه اللي كيخرجوا بها، اكدت ان ما عرفاش بانه هي مريضه، انها هي مريضه، فيكفي انها تمشي تشوف غير المواقع التواصل الاجتماعي مع ديك القناه ديالها وتشوف انها كتدخل تخرج بالهضره وانها كتسب وانها كتعاير وانها متبعه الدواء، فهي قالت يعني في الاول غادي نعاونها تحيد الدواء، يعني هادشي راه
الثالثه في الاول هنا فين كنشوفوا انك تدخل وتخرج في الهضره، قالت انها غتعاونها باش حتى تحيد هذيك الدواء وتبرى، والمغرب كامل عارفها مريضه فلا حول ولا قوه الا بالله. المغاربه كامل عارفه انها مريضه وعارفين بانها متبعه الدواء وعارفه القصه ديالها انها موهوسه بالرقص، ان المهنه اللي كتمناها انها تكون مشهوره هي انها تكون يعني راقصه، يعني في شي مجموعه ديال الرقص سواء شيخه ولا شي حاجه، المهم تكون شي كباري يعني مشهوره ويعني تسترزق من هذيك الرقص. فمطالبه من السلطات المحترمه ان تفتح التحقيق في هذه المهزله المسرحيه التمثيليه، شكون هما المؤلفو ديالها وشكون المخرج ديالها وشكون اللي لاعب الادوار في هذا الشيء، شكون اللي لاعب الادوار ان كانوا امام الكاميرا او من وراء لينالوا الحساب ديالهم في الدنيا قبل الاخره، ويكونوا عبره لمن لا يعتبر، يعني يكونوا عبره لمن يعتبر، لان هذا الشيء راه صراحه زاد على حده. وكنطالبوا مره اخرى السلطه تدخل كما تدخلات كما حبسوا هاد المهزله وخرجوا هاد العائله، هذا معتبر عائله تمثيلي هاد المسرحيه اللي قاموا بها باش اعتذروا للمغاربه. حتى ديك هيام اكدت وقالت انها ممكنش لان تجوج بحق انسان قاصر مازال ما كملش 18 سنه مازال ما عندوش لاكارت. فصراحه الحفله ما كانش فيها زواج ولكن كان فيها استحمار للمغاربه للاسف. ام بلال حطت نفسها وولدها في موقف حرج واضحه من البدايه، سيناريو فاشل، فهي كسبات كره الناس اكثر من قبل. هاد السيده اللي عندها قناه ربما انها كانت كتحاول يعني بزاف السيناريوهات، ربما انها كتحاول تشهر القناه ديالها، ربما انها بالفعل ان الابن ديالها كان كيحاول انه ينتحر الى ما تزوج هيام. اشهد المهزله ودينا مضحوكه في العالم كامل بهذا الروتين اليومي والناس بحال في شي غابه. فهم الناس اللي كيكذبوا على المغاربه ملي شافوا الجمعيات والحقوق والحقوقيين والمغاربه ما بقاوش باغين هذه المهزله، بداو كيتبروا. وراكم شفتوا يعني الفيديو اللي خرجوا به كيف ما شوهتونا يعني في العالم كامل، والمغرب متبرأ منكم. فالمفروض اي بوزبال تجاوز الحدود خاص يتدخلوا المسؤولين باش كل واحد يوقف عند حده، والله ياخذ فيكم الحق وياخذ الحق اللي بين هاد هيام بسببها ولينا كنشوفوا هاد النماذج. فلا لا الاستحمار المغاربه واستغلال الطيبه ديالهم. انا كنشوف المغاربه صراحه اخواني اخواتي مغاربه طيبين، مغاربه كرماء، مغاربه يعني نيه صافيه، كيشوفوا شي حاله فكيحاولوا يساندوها ضامنوا معها كما ضامنوا مع هيام اللي ما تستحقش ان فعل هذه الافعال اللي كنشوفوا. فخص القانون يتدخل. فصافي كل شيء كل شيء بان بانه مسرحيه ومهزله وبساله وحموضه. فبركه من نشر هذه التفاهات اخواني اخواتي. اخواني اخواتي هذا ما لدينا من الاخبار. فما كنتمنى انكم تعملوا لايك والبارطاج لهذا الفيديو باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.